هذه الرواية يذكرها المحدث الكليني رحمة الله عليه في الكافي. النبي صلى الله عليه وآله في هذا الباب، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام، في هذا الباب ينقل هذه الرواية عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، إن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلي أولى به من بعدي. هذه الولاية ولاية النبي صلى الله عليه وآله وولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليهم وآلهم. فقيل: ما معنى ذلك؟ الولاية يعني شنو؟ الولاية ذات طرف واحد؟ لا، الولاية ذات طرفين. هنالك حق للوالي على الرعية، هذا طرف، وحق للرعية على الوالي، هذا الطرف الثاني. فقال: قول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. هذا القانون بشقيه يجدونه في أي بلد من بلاد العالم. من ترك مالا، هذا الشق في بعض البلاد موجود، في بعض البلاد مو موجود. إذا واحد ترك الملايين، الدولة لا حق لها في دينار واحد من هذه الملايين، هذه الأموال كلها تكون لوراثه. هذا الشق في بعض البلاد مطبق، في بعض البلاد مو مطبق، حتى في البلاد العظمى مو مطبق. الكلام في الشق الأول: ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي. ما أظن أكو بلد في بلاد العالم أكو في هذا القانون. أي واحد مات مديون، النبي صلى الله عليه وآله يقول: فعلي، أنا أؤدي دينا. أي واحد مات مديون بأي مقدار كان، أنا أؤدي دينه. وإذا ترك ضياعا، يعني عائلة، فعلي، أنا أتكفل عائلته. هذا القانون إذا يطرح، إذا يطبق، ألا يجلب الناس إلى الإسلام؟ النبي عندما قال هذا الشيء، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: وما كان سبب إسلام عامة اليهود. عامة اليهود ظاهرا يعني جميع اليهود، إلا من بعد هذا القول من رسول الله. خوش دين، دين هم بآخرة هم بدنيا، ليش واحد ما يؤمن بهذا الدين؟ أكو عاقل لا يؤمن بهذا الدين إلا إذا يكون معاند؟